السلام عليكم عمي مختار، ربي يحفظك. ان شاء الله عندي مشكل برك في الكليه وموديس هذي موتور ان 4 6 في. هذه المشكل تاعها انه طلعت لي سخانه، ما طلعتليش في الطابلو بصح هنايا ما حبش ينض الريش. ومن بعد جبت لها قرعه، جيت نركب لها قرعه كلش. من بعد جيت عاودت النوم، كي دورت المفتاح الاولى هذا هكذا دورته الاولى الزوجه اطفالي الطابلو هنا، الطابلو هكذا دوك راه طافي. دروك كي نجي نوض، ها كي نجي نوض هكذا ما كان والو. ها كي نجي نوض ها ما كانش كاع والو. شغل التريسيتي ما فيهاش كاع، شغل التريسيتي ما فيهاش. دوكا راني ندير لك تبعت لها الفيزيبلات هذول، عاود فيريفيت هذو الباط فيزيبل هذه الدخلانيه. هذه هني لقيت هذه، هذه نورمالمون كي نتبعو هذه، هذه تاع المفتاح، هذه كنز، هذه نحسبو وحده زوج، هذه الزوجه على الجهه اليمنى، ونروحو نحسبو وحده زوج تاع المفتاح. ها هذه تاع المفتاح، هاي والله هاديك، هاي ديك، هذه هي تاع المفتاح. هذه غير ندير كونتاكت تتحرق الفيزيبل، غير ندير الكونتاكت برك ندور المفتاح هاك شغل رايح ننوض تتحرق الفيزيبل. هذه ما قلتلهاش انا المشكل كيفاش، هذه التريسيتي اللي راحت لها منين راحت لها التريسيتي وعلاها راحت لها وكيف حتى راحت، ما زال ما فهمتلهاش والو. شكرا عمي مختار، ربي يحفظك، شمت قلنا حل ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله.